قد حارت الأفكار في وصف علي، فكيف مدحي لعلي يا ترى؟ فمدائح لك يا علي كما ترى، قد جاوزت في عدها حب الثرى. نبقى إن شاء الله موالين ومحبين لمحمد وآل محمد. إن شاء الله نتواصل وإياكم مشاهدينا الأكارم في فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ومعنا إن شاء الله جولة في الثقافة. اليوم الحلقة كلها عبارة عن ثقافة، عبارة عن اللغة، وإن شاء الله راح نذهب إلى مكان مهم جدا اللي هو متحف جميل جدا. هذا المتحف يقال بأنه ثاني أهم متحف في العالم وأكبر متحف في العالم، وأيضا يقال بأنه هذا المتحف يحتاج من الشخص 5 سنوات تقريبا حتى يقدر يستكشف كل ركن من أركان هذا المتحف. أحسنتي. فممكن تتخيلين أنه حجم هذا المتحف والأشياء القيمة اللي موجودة داخله، يعني اللي عرفت بعدة فروع في كذا دولة. نعم. هذا المتحف لما يضمه من مقتنيات كثيرة جدا، اللي يروح لهذا المتحف يعني يستمتع بالمقتنيات هناك والأشياء، وطريقة عرضها أيضا جميلة صحيح، جدا. لكن هناك بعض الشخصيات اللي اختصوا بهذا العلم وبهذا الفن، صحيح. فجمعوا هذه اللوحات القيمة جدا فكانت في مكان واحد، ومن الجميل أنه عرفوا قيمتها وحافظوا على هذا المتحف عبر الأجيال المتقادمة. خلينا نشوف هذا المتحف وأهميته في تقرير لفؤاد السراي من روسيا. يعد متحف الأرمتاج الذي يقع على نهر النيفا في سان بطرسبورغ التي كانت عاصمة روسيا القيصرية أكبر متحف بالعالم من حيث الحجم، إذ يحوي على أكثر من 3 ملايين تحفة فنية والثاني عالميا كأشهر متحف بعد اللوفر. افتتحه القيصر الروسي نيكولاي الأول في شباط فبراير من عام 52 و800 ألف للميلاد بجوار قصره الشتوي، يزوره حاليا أكثر من 5 ملايين سائح سنويا. زرت الكثير من المتاحف في العالم، لم أشاهد بروعة وجمال الأرمتاج. إنه بحق فخر ليس لمدينتنا فقط وليس لروسيا، بل للعالم والإنسانية جمعاء، لأنه يضم تاريخ مختلف الثقافات والشعوب من شتى بقاع الأرض. يتميز متحف الأرمتاج على أكثر متاحف العالم كلها بضخامة مبانيه الخمسة الرئيسية ذات الطراز المعماري المميز وتصميم قاعاته وعدد المعروضات الكثيرة والهامة فيه، والتي تعود إلى مشاهير الفن العالمي، كما له فروع دورية في أمستردام ولندن ولاس فيغاس وفيرارا الإيطالية، ومسجل في غينيس لأكبر مجموعة من اللوحات في العالم. في صغري تعودت زيارة متحف الأرمتاج في إطار رحلات ثقافية نظمتها المدرسة، والآن عندما كبرت أواظب على زيارته كل فترة للاستمتاع بنفائس الفن العالمي والاطلاع على تاريخ وحضارة الأمم السالفة. يستمد متحف الأرمتاج قوته من جمعه للفن الغربي، وتشمل أعمال مايكل أنجلو وليناردو دافنشي وفان كوخ وغيرهم الكثيرين، وأكبر مجموعة من مجموعات الذهب القديمة من شرق أوروبا وغرب آسيا، ويضم أيضا في أروقته قاعات لعرض حضارات وحقب تاريخية مختلفة. فهناك قاعة الحضارات البدائية وحضارات العالم القديم، وقاعات لحضارات الشرق تضم الحضارات الفرعونية والبابلية والإسلامية والهندية والصينية، وأيضا قاعات للفنون الأوروبية وللحضارات اليونانية والرومانية وغيرها. Thank you.
لحضارة وادي الرافدين قاعة خاصة تضم آثار الكتابة والفنون القديمة للشعوب التي سكنت العراق في الألف الرابع قبل الميلاد، ويعتبر أساس مجموعة المقتنيات أكثر من 2800 نص مسماري من عصور وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى 12 نقشا وجدارا وحوالي 300 ختم منحوت. ومع أن مجموعة المسماريات في الأرمتاج ليست كبيرة، لكنها تحتوي على نصوص من جميع الفترات الرئيسية في تاريخ البلاد ما بين النهرين، وخاصة السومرية والآكادية، وتشمل أقدم المعالم الأثرية بما في ذلك نقوش من مدينة أوروك السومرية يرجع تاريخها إلى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. ومما يلفت الانتباه قاعة المصريات بالمتحف، والتي تم إنشاؤها عام 52 و800 ألف للميلاد، وتنتمي لقسم الفنون الشرقية، وتعرض المجموعات التي يبلغ عددها حوالي 7500 قطعة أثرية مصرية قديمة تشمل جميع الفترات الرئيسية في التاريخ المصري من عصور ما قبل الأسر وحتى العصور الإسلامية، بما في ذلك مومياوات من مصر القديمة وتماثيل هامة لحضارة وادي النيل. قضيت 8 ساعات أتجول في هذا المتحف المهول، ولم أتمكن من مشاهدة أغلب المعروضات فيه. المتحف جميل جدا. عند دخولي متحف الأرمتاج شعرت منذ البداية وكأنني أعيش تلك الفترة الزمنية التي بني فيها، فكل شيء، ويدور الحديث هنا عن الطراز المعماري، صمم على الطريقة القيصرية. متحف الأرمتاج واحدا من أهم المتاحف في العالم، ليس لكونه يضم في أروقته الملايين من المقتنيات الثمينة فحسب، بل وأيضا لأنه يمثل مختلف ثقافات شعوب العالم. لبرنامج صباح كربلاء، فؤاد السراي، صان بطرسبورغ.